قعدت قد ايه بقى في جنت؟ سنة موسم، سنة واحدة بس. وبعدين ركبت القطر وطلعت على هولندا. موسم يعني جبت تقريبا 11 12 جون في الدوري. اوكي. وعملت اسيست كتيرة. وبعد كده جالي اوفرز بقى. جالك ايه بقى غير اياكس؟ جالي اياكس، وجالي اندرلخت، وجالي ساوثهامبتون. جالي اربع خمس اندية في حاجات مختلفة. اوكي. ولكن اختياري راح لاياكس، لان اياكس كان الخطوة اللي بعدها على طول. اللي بعدها اياكس مصنع النجوم. كان ساعتها اياكس بيعملوا فرقه، كان اياكس بقاله 3 4 سنين ما خدش الدوري، وده بالنسبه لاياكس مصيبه يعني. طب كان ساعتها ليو بن هاكر هو السبورت دايركتور، هو اللي اقنعني بالبروجكت بتاع اياكس. ورحنا اياكس بقى في نفس السنه دي، انا وزلاتان وماكسويل وترابلسي. كانت فرقه بقى فيها اصلا كيفو، وكان فيها فاندرمايدا، وكان فيها فاندرفارت، وطلع بقى في السنه دي بعديها طلع نايجل ديونج وويزلي شنايدر. وكان في يعني 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 ميكس كده، ارون وينتر، ريتشارد فيتشخه. كان في يعني ميكس ما بين لعيبه كبار وصغيرين، منتورز ولعيبه صغيره. وقدرنا في اول سنه الحمد لله ان احنا نكسب الدوري والكاس والسوبر. ماشي. وعملنا موسم عظيم جدا. طب تعالى برضه واحنا بنتكلم كده افتكر لي الصوره دي. الصورة دي أول لما رحت، أول لما مضيت في أياكس. كان معايا أمي، وكانوا مأجرين لنا شقة كده قريبة من وسط البلد. الصورة دي اللي مصورها لي ماما، اللي مصورها لي. افتكرت وانت بتتفرج على الصورة، افتكرت الأحداث كلها في الفترة دي. يعني كنا بننزل، كان عندي عربية صغيرة كده كنت اشتريتها في بلجيكا، فخدتها معاك على هولندا. زد 3 الصغيرة دي، وخدتها معايا على هولندا، وكنت فرحان بمشي في الشوارع في امستردام. وعندي على فكرة صور بالعربية دي، بس مش عارف موجودة ولا لا. بس أول لما رحت امستردام كانت أمي كانت معايا يعني. اوكي. ودي الصورة اللي هي الأوفيشال بقى بتاعة توقيع. دي الصورة كدا؟ دي هتلاقي جنبي ليو بن هاكر. اللي اقنعك بالبروجكت ده ان هو ده ميعاده، وان انت واحد من ضمن التروس المهمه فيه وحاجات كده. ليو بن هاكر ده ليجند على فكره. ليو بن هاكر ده كان مدرب منتخب هولندا في كاس عام 90. ماشي. وكان مدرب ريال مدريد. اوكي. وكان مدرب اياكس طبعا في الثمانينات. وكان مدرب منتخب السعوديه، ومدرب منتخب المكسيك. ليجند. طب بعد كده بقى اتنقل من الكوتشنج بقى هو السبورتس دايركتور او فوتبول دايركتور. وكان المدرب كوادريانس. كوادريانس هو اللي كان المدرب. وكان فخر كبير جدا ان انا اروح نادي زي اياكس. مش عايز كلام، نادي كبير مش نادي طبعًا. مش اسم عادي يعني. طبعا وكان على فكره اياكس قبليها مثلا بخمس سنين كان كسبان الشامبيونز ليج. بالظبط كده. نادي كبير، الناس كلها بتعرفاه وبتحبه يعني. طبعا. كانت فترة حلوة دي في حياتك، لأن كمان ابتديت تتعرف في أوروبا كلها في مرحلة أياكس. طبعا أياكس نادي عظيم جدا. ستيتل.